تستعد الحركة التمثيلية والسينمائية إلى معاودة الظهور في الأنبار بعد توقف سنوات عديدة بسبب الأحداث الأمنية، وذلك بعد انطلاق مرحلة إنتاج أول فيلم سينمائي بالمحافظة، عمل درامي بدعم وجهود شبابية وذاتية. سينما السلام هي مبادرة مجتمعية، ومبادرة احنا الهدف من عندها انه احنا حاولنا نعالج المشاكل المجتمعية بطريقة السينما، لانه السينما لها تأثير، وحاليا هي شغلة الشارع انه كل التركيز على السوشيال ميديا، على السينما، على الميديا بشكل عام. احنا حاولنا نركز على المشاكل المجتمعية ونعرضها بطريقة السينما حتى تكون بطريقة مغايرة. ايضا هي تعتبر اول فيلم سينمائي بمحافظة الانبار، راح ينعرض بتنسيق، بعمل، بتصوير، اخراج، كل هذا العمل كان بأيادي انبارية بحتة. ويتطرق فيلم ذكرى إلى بعض من المشاكل التي يعاني منها العراق، كزواج القاصرات والعنف الأسري وتعاطي المخدرات. مشاركتي بالفيلم كانت بصفتي محامية لجأت لها القاصرة تتحدى زواج القاصرات، تحاول تحقق حلم وتحقق هدف، بس متأكدة أنه زواج القاصرات هو اللي راح يأثر عليها، لذلك لجأت المحامية حتى توقف هذا الشيء وتحله بشيء قانوني تاخذ حقها. وقفنا هذا الشيء، الغاية والرسالة منه أنه معرفة أنه زواج القاصرات هو شيء دور سلبي بالمجتمع، وسببه كثرة أنه الزواج أنه نهايته تكون الانفصال والطلاق. فحاولنا بهاي الرسالة واللي ربطناها بالفيلم أنه نقلل من هذا الزواج ونقلل من هاي الحادثة اللي موجودة. في قاعة مركز التدريب المهني وأمام عشرات المشاهدين، شباب أنباري يطلق مبادرة سينما السلام لنقل الصورة الإيجابية عن المحافظة المعروفة بالكرم والسخاء. بعد استقرار الأنبار واستعادة مظاهر الحياة فيها، انبرى مجموعة من فناني المحافظة لإقامة مهرجانات وأفلام لتطوير الفن في المحافظة. من الرمادي إدريس يحيى، قناة الفلوجة.